عدة أعياد مرت خلال 4 سنوات والنتيجة هي جمود في الأسواق وأزمة اقتصادية، فبالرغم من العروضات المشجعة والحسومات التي ناهزت 70% ومحاولة إعادة إحياء الشوارع، إلا أنها لا زالت غير قادرة على جذب المتسوقين. صحيح عاملين سيل كتير بس البيع قليل كتير، رغم أنه الأسعار والتصفيات والأسعار الرخيصة كل شيء لازم ينعمل نعملني، بس أسواق ما فيه. خير مثال على ذلك 2 من أبرز الأسواق التجارية، ففي طريق جديدة شارع عفيف الطيبة ومارلياس المحلات تعاني تراجعا كبيرا في مبيعاتها، والبضاعة تنتظر من يلتفت إليها. ما في مصانع مع العالم، ما في حركة قوية بعد، ما في بيع مهم. عن جد كل التجار مخروب ببيتها، الأجار المصاريف كله دبل وشغل ما فيه، وضع اقتصادي بالأرض. والوضع منيح، كان الشغل أحلى من هيك. المواطنون تراجعت قدرتهم الشرائية، ومعظمهم يبحث في أكثر من متجر لعله يحصل على سعر بأقل كلفة. جايبين التجار بضاعة حاطينها قدام محلات عم يفرغوا البضاعة، بس ما في شراي، ما في مصاري مع الناس. تمام الحمد لله، زي كده كله منيح الحمد لله. لا منيحة يعني، ما مغلين شيء، الأسعار منيحة بتناسب الجميع. منيحة الحمد لله، ما في غلا كتير يعني. التحدي الأبرز الذي تواجهه الحركة التجارية والاقتصادية هو إعادة إحياء الطبقة المتوسطة، وهي القوة الأكثر استهلاكا في لبنان.